أهلا بحضراتكم مرة تانية. لو قعدنا إذاعة جميع حلقاتنا السابقة من الحكيم في بيتك هتلاقوا مفيش مرة ما اتكلمناش عن التغذية، وده لأهميتها في بناء جسم صحي سليم وخالي من الأمراض. وأنا فاكر أني قلت لكم بدل مرة 100 أن فعالية أي علاج بتتوقف على اتباع نظام غذائي بيحتوي على العناصر اللي محتاجها الجسم، وهو أدينا احتاجنا الكلام ده لبناء أجسام أطفالنا وحمايتهم من مرض قصر القامة أو التقزم. هتسألوني يعني هو اللخبطة في الأكل يا دكتور هتخلي ولادنا ما يطولوش؟ هرد عليكم بمنتهى البساطة، هقول لكم آه، ومش بس كده، ده هتخليهم عرضة لأمراض إحنا في غنى عنها ونقدر نتجنبها بطبق صحي. إيه بقى تأثير سوء التغذية على نمو أطفالنا؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتي اللي منوراني الدكتورة سامية سليم، أستاذ طب الأطفال والغدد والسمنة وزميل بكلية طب جامعة عين شمس واستشاري التغذية العلاجية. دكتورة سامية أهلا بيكي معايا في الحكيم في بيتك. أهلا وسهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم. نورتيني يا دكتور. منور بيك وبالسادة المشاهدين. بنتكلم على موضوع بقى مهم جدا، يعني طبعا إيه الأمهات كلها تقول لأطفالهم كل علشان تكبر. صح. هو بقى في علاقة فعلا علميا بين التغذية والنمو؟ فعلا في علاقة وطيدة جدا بين سوء التغذية وطول ولادنا. تعرض ولادنا لسوء التغذية ونقص عناصر معينة في أكلهم بصفة مستمرة بيؤدي إلى قصر القامة، وده أنا ملاحظاه في شغلي سواء في المستشفى أو في عيادتي. بلاحظ إيه؟ إن الأطفال كلهم اللي بيجولي عندهم قصر قامة 97% منهم عندهم سوء تغذية، ولما بحسن التغذية للأطفال دول الولاد دول بيطولوا وبيبقوا كويسين. وهقول لكم على حالة لسه شايفاها في عيادتي الأسبوع اللي فات. الحالة دي كان طفل جالي من 3 شهور، عنده 6 سنين، عنده قصر قامة، أبوه وأمه طولهم في المعدل الطبيعي يعني مش طوال قوي. طلع عنده نقص جزئي في هرمون النمو، بس طلع عنده سوء تغذية فظيع، يعني عنده نقص حاجات كتير قوي. الولد ده لما صلحت له التغذية جالي من أسبوع فات، الولد ده لقيته اتفاجئت ان هو طول 2.5 سنتي في 3 شهور، مع ان المعدل الطبيعي لزيادة طول ولادنا في 3 شهور هو 1.5 سنتي، وانا ما كنتش لسه بدأت هرمون النمو. يا دكتورة يعني حضرتك تقصدي ان في علاقة بين التغذية وهرمون النمو، لان حضرتك قلتيلي ان عنده نقص في هرمون النمو بس في سوء تغذية. في سوء تغذية. فمعنى كده ان احنا لو صلحنا التغذية لولادنا وكلوا بطريقة صح، ده هيأثر في طولهم بصورة مباشرة جدا. طب ايه بقى يا دكتورة انواع التغذية اللي حضرتك وصفتيها لهذا الطفل اللي تساعد هرمون النمو بتاعه انه يخليه في افضل حال ويطول عادي يزيد هرمون النمو بتاعه ان هو يزيد؟ في أغذية معينة وهي اهمها نسبة البروتين اللي ولادنا بياكلوها وعنصر الزنك اللي ولادنا بيتناولوه. البروتين اللي أنا أقصده البروتين من مصدر حيواني، زي إيه؟ زي الأسماك، زي اللحوم، زي الفراخ، زي البيض، زي اللبن. هي دي اللي بتتهضم في جسم ولادنا وبتتحول لأحماض أمينية أساسية بتدخل في تكوين هرمون النمو وكل الهرمونات التانية كلها. فبالتالي إحنا لو ادينا لولادنا نسبة كافية من البروتينات اللي هي من مصدر حيواني، دي بتساعد على زيادة إنتاج هرمون النمو، لأن هرمون النمو بيتكون أساساً من البروتين. في نقطة مهمة بقى، البروتين من أصل نباتي زي الفول زي العدس، دول بيحتووا على نسبة قليلة قوي من الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لتكوين هرمون النمو. ببساطة لازم نركز على البروتين اللي هو من أصل حيواني. طب لو في أسرة بتسمعني دلوقتي وظروفها المادية لا تسمح بتناول مرة لحمة مرة سمك مرة فراخ، والله كنت هسأل حضرتك السؤال ده، يعملوا إيه الناس دول؟ سهل جدا، ولادنا لو اديناهم كل يوم 2 بيضتين ده هيديهم احتياجهم من البروتين بالإضافة للعناصر الغذائية اللي أنا هقولها إن شاء الله. طيب تاني عنصر هو إيه؟ الزنك. الزنك له دور مهم قوي في تكوين البروتين، وزي ما قلت دلوقتي حالا البروتين هو الأساس في تكوين هرمون النمو.
فنقص الزنك معناه نقص تكوين البروتين، معناه نقص هرمون النمو، معناه قصر قامة. طب الزنك موجود فين؟ موجود في كل المأكولات البحرية، الأسماك، المحريات، الأعشاب البحرية، البيض، المكسرات، الشوكولاتة الغامقة، السمسم. الأغذية دي المفروض تكون في منظومة ولادنا عشان ياخدوا احتياجهم من الزنك. طيب لو ولادنا عندهم نقص زنك، لازم نديهم مكملات بتحتوي على الزنك عشان نساعد على تكوين هرمون النمو ويبقى في المعدل الطبيعي بالنسبة لولادنا. والولد اللي أنا ذكرته دلوقتي ده اديته زنك، من الحاجات اللي أنا اديتها له اديته زنك، وركزت على البروتين الحيواني وركزت على اللي أنا هقوله إن شاء الله. دكتورة، يعني حضرتك بتتكلمي كلام مهم جدا، لأن الغذاء بيأثر على الهرمونات اللي في الجسم، وأهمها طبعا هرمون النمو. إيه الهرمونات التانية اللي مهمة جدا في نمو أطفالنا؟ هرمونات الغدة الدرقية. هرمونات الغدة الدرقية مش بس مفيدة جدا لطول ولادنا، دي مهمة أيضا لذكائهم وقدرتهم. ولادنا عشان يطولوا بصحة وعافية محتاجين هرمون النمو ومحتاجين هرمونات الغدة الدرقية. طيب عشان نحافظ على نسبة هرمونات الغدة الدرقية في المستوى الطبيعي ونحسن وظيفة الغدة الدرقية نعمل إيه؟ نركز في الأغذية الغنية باليود. تغذية برضو. الأغذية الغنية باليود، لأن الأغذية الغنية باليود هي اللي بتساعد على تحسين وظيفة الغدة الدرقية. زي إيه؟ زي كل المأكولات البحرية ببساطة، برضو الأسماك والمحاريات. شوفوا الأسماك داخل في كل حاجة، أكلوا ولادكوا سمك. الحاجة الأخرى البيض موجود فيه بس بنسبة قليلة. الحاجة اللي أنا عايزة أنوه عليها، الملح اليود المكرر ما بيديش ولادنا احتياجهم من اليود اللازم لتحفيز وتنشيط وظيفة الغدة الدرقية. لازم ندخل ولادنا الأكلات الغنية باليود على الأقل مرتين في الأسبوع. دكتورة، يعني حضرتك قلتي البروتين، الزنك، اليود، دول من أهم الحاجات اللي ممكن تساهم في نمو أطفالنا، النمو الطبيعي. وحضرتك ذكرتي ممكن يعني الحاجات دي نقدر نحصل عليها منين؟ إيه بقى الحاجات اللي هي يعني تأثر بعكسي، الأغذية اللي بتأثر عكسي؟ هو قبل ما أتكلم على الأغذية اللي بتأثر عكسي، في عناصر غذائية تانية مهمة لولادنا. ولادنا عشان عظمهم يطول محتاجين عناصر غذائية مهمة قوي، محتاجين عناصر غذائية لبناء العظم عشان عظمهم يطول. العناصر الغذائية الأساسية دي هو الكالسيوم وفيتامين دي وفيتامين كي، لأن ولادنا لو خدوا كالسيوم ما خدوش فيتامين دي، الكالسيوم اللي خدوه مش هيمتص، مش هيستفيدوا منه. ومعظم الحالات اللي أنا شفتها عندها نقص فيتامين دي. طيب فيتامين كي كمان مهم عشان ترسيب الكالسيوم على العظم. احنا لو خدنا ولادنا تناولوا الأغذية اللي بتحتوي على العناصر الغذائية دي، وعظمهم هيطول وهيبقى قوي ومش هيحصل كسور ولا لين عظام. نقف كده شوية عند الكالسيوم. ولادنا محتاجين قد ايه كالسيوم؟ محتاجين في اليوم ولادنا 1000 ميلي جرام كالسيوم. كوباية اللبن بتحتوي على 300 ميلي جرام كالسيوم. معنى كده ان ولادنا محتاجين 3 كوبايات لبن يوميا. هل ولادنا بياخدوا 3 كوبايات لبن يوميا؟ لا طبعا يا دكتورة، ما بيحصلش. لا الأسوأ بقى ان في ولاد ما بيحبوش الالبان ومنتجاتها بالزبط. من الاساس بالظبط. انا كنت هقول لحضرتك ان في بعض الاطفال ما بيقربوش ناحيه اي منتجات البان. مش بس اللبن، ولا لبن ولا جبنه ولا المنتجات دي كلها. في اطفال كمان عندها حساسيه البان. طيب هقول لكم على مصدر حلو قوي للكالسيوم، طعمه حلو ورخيص ورائع وسهل وتحت ايدينا وولادنا هيحبوه، وهو السمسم. احنا لو ادينا ولادنا معلقتين كبار من السمسم يوميا، ده هيديهم كالسيوم قد 3 كوبايات لبن. لو ادينا ولادنا معلقتين سمسم يوميا كبار، هيديهم كالسيوم قد 3 كوبايات. ممكن نحطهم جوه العيش، جوه يعني ممكن على العيش. ممكن ناخدها في صوره طحينه. الاجمل بقى ايه؟ ان السمسم كمان فيه عناصر غذائيه لازمه لتكوين العظم كله. بيحتوي على مغنيسيوم، بيحتوي على الزنك اللي بيزود هرمون النمو. يعني نمو العظم للطفل مطلوب له كالسيوم وفيتامين دي وفيتامين كي وسمسم وسمسم. طب يا دكتوره، معانا مدام احلام، اعتقد من الدقهليه، عايزه تسال حضرتك سؤال. مدام احلام، اهلا بيكي. اهلا
اهلا بحضرتك، ممكن نتواصل مع الدكتوره؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي الدكتوره معاكي. اتفضلي. انا ابني عنده 6 سنين وعنده انيميا، وممكن الانيميا دي تاثر على نموه ولا ايه حضرتك؟ طبعا. شكرا يا مدام احلام، الدكتوره هتجاوب لك. طبعا الانيميا والنمو، الانيميا ببساطه يعني نقص الاكسجين الواصل لخلايا الجسم كله، فببساطه الانيميا بتاثر على طول ولادنا. طب ايه هي الاغذيه اللي بتساعد على تحسين الانيميا وعلاجها؟ ودي انا قايلاها في اليوتيوب، اهم الاغذيه اللي بتساعد ولادنا ان هم يحسنوا الانيميا الاغذيه اللي هي من مصدر حيواني زي الكبده، الكلاوي، اللحوم الحمراء، الخضروات الورقيه الخضراء. هقول لكم كمان على عصير حلو قوي يرفع نسبه الهيموجلوبين في الدم 1 جرام في الشهر، يعني يحسن الانيميا كده بسرعه. المشروب ده هو عباره عن خليط من عصير البنجر والرمان والعنب الاحمر. ولادنا ممكن يكون طعمه حلو قوي على فكره. طعمه حلو قوي، لو ولادنا شربوا نص كوبايه الكوبايه يوميا هيصلح لي الانيميا، يحسن المناعه، يحسن ذكائهم وقدراتهم، يحميهم من الامراض. ايه بقى يا دكتوره الاغذيه اللي بتؤدي الى عكس اللي احنا بنقوله، اغذيه بتؤثر على النمو؟ في اغذيه كتير قوي ولادنا واقعين فيها، وهي الافراط في تناول السكريات. اول حاجه السكر، ودي معظم ولادنا واقعين فيها. طبعا السكر بيعمل ايه؟ السكر بيدخل الجسم يروح رافع سكر الدم، يرفع هرمون الانسولين، يروح مقلل هرمون النمو. يعني احنا لما بناكل ولادنا سكر احنا كده بنقلل هرمون النمو. الاسوأ ايه؟ ان معظم الامهات بياكلوا ولادهم سكريات قبل ما يناموا، واحنا هرمون النمو بيفرز قبل النوم، فكل مره الام بتعمل كده بتاكل سكريات ابنها وينام بتقلل من افراز هرمون النمو. مره في مره هيؤدي الى قصر القامه. ده يا دكتوره دي معلومه في منتهى الاهميه، بس انا عايز اقول لحضرتك، طب النشويات، ما هو النشويات بتتحول لسكر. لا، في نشويات مفيده وفي نشويات مش مفيده. النشويات المفيده اللي هي المخبوزات المصنوعه من الحبه الكامله، البطاطا، البطاطس، الرز، ده ولادنا لازم ياكلوه اثناء النظام الغذائي. مفيش حاجه اسمها ان انا ادي بروتين بس لولادي، لان ولادنا محتاجين عشان يحصلوا على الطاقه، محتاجين الاغذيه دي عشان يحصلوا على الطاقه. لان الجسم لو الطفل لم يتناول النشويات المفيده هيحول جزء من البروتين اللي موجود في الجسم الى طاقه، فبالتالي نسبه البروتين اللي في الجسم هتقل ونسبه هرمون النمو هتقل وهيأثر على طولهم. طيب معانا مدام زينب برضو عايزه تسال حضرتك سؤال. اهلا بيكي يا مدام زينب. اهلا بحضرتك. اتفضلي اسالي الدكتور. تمام. هو انا ابني قصير شويه في وسط اخواته ومغلبني في موضوع الاكل دايما، هل لو انا اتبعت التغذيه السليمه زي ما الدكتور قالت ده كفايه ان يحسن من نموه ويزود طوله؟ شكرا يا زينب. طبعا طبعا احنا لو اتبعنا الاغذيه اللي انا قلتها اكيد هيحسن من طوله، بس بشرط. بشرط ايه؟ الجهاز الهضمي يكون سليم، بمعنى لو ولادنا عندهم ديدان نعالجها، لو عندهم تلوث معوي مزمن بنوع من انواع الطفيليات نعالجها، لو عندهم اي تلوث معوي نعالجه. وبقول للام دي اللي هي ابنها تعبها قوي في الاكل وقرفها، وده بشوفه زي كله الامهات على فكره، بشوفه كتير قوي، بقول لها اول ما ابنك يقفل بقه دوري على بطنه، اول ما ابنك يقفل بقه دوري على بطنه. اهم حاجه يعني لما تلاقيه انف كده وما بياكلش دوري على بطنه. ده غالبا لو عملنا له تحليل براز وعالجنا مشكله بطنه نفسه بتتفتح وبتبقى كويسه، بس هذا لا يمنع ان في طبعا يعني اسباب اخرى للطفل اللي هو انف يعني وما بياكلش كويس بصوره كويسه. الدكتورة سامية سليم أستاذ طب الأطفال والغدد والسمنة، أنا بشكر حضرتك يا دكتورة، وأعتقد يعني إحنا قلنا كلام مهم جدا النهاردة. الحمد لله. بيهم كل أم وكل طفل. الحمد لله. أشكرك يا دكتورة. الشكر لله، الشكر لله. طبق أكل صحي لابنك ينقنق فيه طول ما هو بيلعب هيساعده في بناء جسمه وهيحميه من أمراض خطيرة إصابته بيها هتكلفه وتكلفك قلق وجهد وتعب وأحيانا قلة فايدة. عودوا أطفالكم ياكلوا اللي جسمهم محتاجه مش اللي نفسهم فيه